طبعا احنا اعتمدنا في دورة تدريب المدربين على مجموعة من التمارين المختلفة وأساليب مختلفة في طرح الدورة، وتعمدنا فيها ان ننوع عشان نبين حق المتدرب كيف يكون وجوده في الدورة كمتدرب، ويشوف الجانب الإيجابي أو الجانب السلبي، ويحاول لما يكون مدرب في المستقبل إن شاء الله القريب قادر على أن يستخدم أفضل وأسهل الأدوات التدريبية في تخاطبه مع الجمهور. دورة إعداد وتدريب المدربين هاي من أفضل الدورات لنقل لمساعدة المتدرب لأن ينقل المعلومة لمجموعة من الأشخاص ويأثر عليهم تأثير إيجابي. أتمنى إن شاء الله في المرات الجاية أن أنتم تكونون أيضا من ضمن الحضور، ويعطيكم العافية.